تعرفها هواليها نباركها واليها عباس بني عباس. كربلاء أبا الحسن، أحزين أنت؟ ما لي أراك تقلب كفي ولدي؟ أترى بهما من عيب؟ يا أم البنين، تذكرت ما يجري عليه وما يجري لهذين الكفين. وما الذي يجري عليهما يا أبا الحسن؟ سوف تقطعان في كربلاء دفاعا عن ولد الحسين. يا أمير المؤمنين، إن ولدي فداء لابن فاطمة الزهراء. جازاك الله خيرا يا أم البنين. أبا الحسن، حدثني عن ذلك اليوم. إن ولدي العباس هذا له موقف عظيم، يقف في كربلاء في يوم عاشوراء وينصر أخاه الحسين ويطلب الماء للأطفال العطاشة، وتقطع يداه ويضرب رأسه بعمود من حديد ويقتل عطشا. عمي أبا الفضل، عمي أبا الفضل، انتظر قليلا. عمي أبا الفضل، عمي أبا الفضل، انتظر قليلا. ما الأمر يا حبيبتي؟ عمي أبا الفضل، هل ستأتيننا بالماء؟ نعم يا حبيبتي، سوف آتيكم بالماء إن شاء الله. أوصيك يا عم، إذا شربت الماء فتذكر عطشي. أرجوك يا عمي، أريد ماء، أنا عطشانة. يا نفس من بعد الحسين، هوه.